صباح الخير، حلقة جديدة من برنامج أخبار صباح لليوم الخميس 17 نيسان. واليوم بحلقتنا رح نبدأ من البقاع مع ارتياح أمني، أما ببيروت إقرار سلسلة الرتب والرواتب هي شغل الشاغل للرأي العام. أمسية مع الموسيقي ميشيل فاضل خلال فعاليات مهرجان أبو ظبي، وإضاءة على مسرحية بسي بحلة جديدة على مسرح بريد بالجامعة اليسوعية. أما الأسواق فخالية من الشرات والسواح، وضيفتنا لليوم هي كريستينا شماس مديرة مهرجان ليتل يو ليتل مي، لنحكي معها أكثر عن العمل المسرحي اللي رح بيتم عرضه اللي بيحمل عنوان بياض الثلج والأقزام السبعة أو بلانشينج. إنما البداية مثل العادة مع أحوال التأس، واتصال مباشر من مصلحة الأرصاد الجوية. أستاذ عصام حلاوي معنا على الخط، صباح الخير. مرحبا. مرحبا، كيفك أستاذ عصام؟ الحمد لله، الله يسلمك. شو نحن مصيفين اليوم مثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء؟ اليوم غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات. نعم، في انخفاض محدود بدرجات الحراره. كما تساقط الامطار في الداخل، يعني الشمال الشرقي. نعم، من البلاد بعد الظهر وسماع دوي الرعد. الجمعه قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجه الحراره وانخفاض نسبه الرطوبه. السبت غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحراره. الاحد غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحراره وتوقع تساقط بعض الامطار. كثير في تغيير بدرجات الحراره هاليومين بين ارتفاع وانخفاض، خلينا نبلش اليوم، قد ايه الحراره اليوم على الساحل؟ اليوم على الساحل تتراوح بين 14 الى 25 درجه. نعم. فوق الجبال من 14 الى 21، الارز من 9 الى 14، وفي الداخل من 12 الى 24 درجه. بكره بضل مثل ما انه الحراره بتضل مثل ما انه؟ بكره في ارتفاع بدرجات الحراره، الارتفاع ملحوظ. قد ايش؟ يعني بالنسبة على الساحل من 13 إلى 27، وفوق الجبال من 11 إلى 24، عندك الأرز من 6 إلى 16، وفي الداخل من 10 إلى 16. نعم، يعني 3 درجات تقريبا رح ترتفع الحرارة. نعم. طيب، بنبقى بناخذ كل التفاصيل حول ويك اند العيد كمان باتصالنا معكم بكره. يعطيك العافية أستاذ عصام، وشكرا لمداخلتك. يعطيك العافية، الله يعافيك، مع السلامة. الله معك. صباح الخير بيارات. صباح الخير جوال لك ولكل المشاهدين يلي عم يتابعونا بحلقتنا لليوم. طبعا جولة على عناوين الصحف بنبلشها هلا. جولتنا بنبلشها مع صحيفة النهار. 23 نيسان، الجولة الأولى في السباق لجميل المرشح الثاني قريبا بعد جعجع. بري وحرب يؤكدان للنهار جواز انعقاد الجلسات التشريعية حتى 15 أيار. اللجنة النيابية تبدأ بعد الفصح تعديل سلسلة الرتب والرواتب. سلاح الجو الأردني دمر آليات لدى عبورها الحدود من سوريا. الانفصاليون يستولون على آليات لكييف، لا توقعات كبيرة من اجتماع جنيف اليوم. بوتفليقة يدلي بصوته في الانتخابات ويتطلع إلى ولاية رئاسية رابعة. وختاما نزيه خاطر سطوره دسمة. من صحيفة النهار إلى صحيفة السفير، جلسة 23 خطوة على درب الجلجلة الرئاسية. جملات مع إلغاء السلسلة، وخليل لا ينتظر اللجنة الجديدة. غارة جوية أردنية على مسلحين سوريين، تحول في مصالح المملكة أم انقلاب السحر على الساحر. انتخابات الجزائر امتحان لنسبة الإقبال، 23 مليون ناخب يحددون اليوم تجديد أم تغيير. وختاما بصحيفة السفير، حقوق الفلسطينيين وسيادة لبنان في وثيقة. إلى صحيفة الحياة وبأبرز عناوين اليوم، الطائرات الأردنية تدمر آليات على الحدود مع سوريا. كيري يلتقي الإبراهيمي، والجربة يبلغ الصين استعداد المعارضة للذهاب إلى جنيف 3. جلسة أولى لانتخاب الرئيس في 23 الشهر و14 آذار تعد لإعلان دعمها جعجع موحدة. الإضراب يشل مؤسسات الدولة اللبنانية، ورئيس القوات يقدم برنامجه الرئاسي. إلى صحيفة المستقبل وبأبرز عناوين اليوم، قطار الرئاسة ينطلق الأربعاء والعبرة بالنصاب. جعجع يعلن الجمهورية القوية، والجبيل يتجه لإعلان ترشيحه. الأسد يقصف حرستا بالغازات السامة. الجربة مستعد لجنيف 3، وسوريا في اجتماع طارئ للتعاون الخليجي. ريال مدريد بطلا لكأس إسبانيا على حساب برشلونة.
بول شاول عنوان مقالته اليوم رحيل الناقد الكبير نزيه خاطر ضمير المدينة. وخلال حلقتنا وتقريبا بعد ربع ساعة من هلأ رح نكون مع اتصال مع الفنان التشكيلي حسن جوني تنحكي عن نزيه خاطر وطبعا الفراغ الكبير يلي تركه برحيله. ودائما مع صحيفة المستقبل الأقصى ساحة مواجهات، وختاما أكثر من نصف مليون توكيل للسيسي. إلى صحيفة الأنوار، نواب من كتلة المستقبل يحضرون إعلان جعجع برنامجه الرئاسي. النقابات تهدد بتعطيل العام الدراسي والامتحانات. الطيران الأردني يقصف آليات مسلحة حاولت التسلل من سوريا. إصابة 25 فلسطينيا خلال التصدي لمحاولة إسرائيليين اقتحام مسجد الأقصى. وختاما بصحيفة الأنوار، معارك عنيفة في العراق بين الجيش وداعش. إلى صحيفة اللواء، 23 نيسان فرز انتخابي في المجلس ولا رئيس. برنامج جعجع يتجنب حزب الله وعون يدرس خياراته. بري يحرك دعواه ضد باسيل، ولجنة السلسلة تبدأ اجتماعاتها اليوم، والتنسيق تلوح بالشارع في 29 نيسان. موسكو تتعهد استمرار دعم الحوار السوري. مقاتلات أردنية تدمر آليات حاولت العبور من سوريا. إصابة عشرات الفلسطينيين وتأجيل جولة التفاوض إلى اليوم. المقدسيون يصدون اقتحاما للمسجد الأقصى. انتخابات الجزائر اليوم، وبوتفليقة يتطلع لولاية رابعة. وختاما بيصدر مع صحيفة اللواء، لواء الفيحاء والشمال. إلى صحيفة البلد والعنوان العريض لليوم، بري يدعو لانتخاب الرئيس الأربعاء وجعجع يتقدم. العلم ولو في الشارع، الصورة اللي عم نشوفها وهي طبعا عن التحرك اللي عم بقوم فيه اساتذه الجامعه اللبنانيه. بالعناوين الاخرى بصحيفه البلد، الاردن يقصف مركبات داخل حدود سوريا. الشرطه الاسرائيليه تقتحم الاقصى. ريما كركي، برامجي تشبهني وورم الاعلاميين حاله شائعه. جلسه 23 نيسان رفع عتب لارضاء بكركي. ومن صحيفة البلد بنتابع جولتنا مع ترجمة لعناوين صحيفة ديلي ستار، وبأبرز عناوين اليوم: جلسة الانتخاب الأسبوع المقبل والدخان الأبيض مستبعد. مقاتلات أردنية تدمر قافلات تجاوزت الحدود، قافلات على الحدود الأردنية السورية. أوكرانيا في موقف حرج من بعد سيطرة الانفصاليين على آليات الجيش. وبترجمة لعناوين صحيفة لوريون نجور: الامتحان الرئاسي في 23 نيسان. رئيس مجلس النواب يدعو إلى جلسة انتخابية أولى الأربعاء المقبل. جعجع يعلن ترشيحه تحت راية الجمهورية القوية. وختاما غارة جوية أردنية على الحدود السورية. أما بصحيفة الشرق فأبرز العناوين لليوم: بري يزف النبأ للبطريرك، الجلسة الانتخابية الأربعاء. التنسيق ترد على اللجنة، المعركة مفتوحة. جعجع أعلن برنامجه: لا مكان لأنصاف الحلول. بوتين يجدد للأسد قبل الانتخابات. وإلى صحيفة الشرق الأوسط وبعناوين اليوم: معسكر بوتفليقة، الرئيس سيصوت بنفسه. الجزائر تنتخب والتلاعب والأمن أهم المخاوف. أكد أن هادي مرشح الأغلبية في الانتخابات الرئاسية المقبلة. القربي للشرق الأوسط، بناء الجيش اليمني مهمة مؤتمر لندن. قوات نظام الأسد تتوغل في أحياء حمص، الأردن يقصف آليات تسللت من سوريا. إلى صحيفة الأخبار وبأبرز عناوين اليوم: شبح بوتفليقة، نزيه خاطر غادر بيروت مرغما. وحدة الجيش الأوكراني تواجه امتحانها الأصعب، ولقاء رباعي في جنيف اليوم. وجولتنا على صحف اليوم نختمها مثل العادة مع صحيفة الجمهورية يلي عنونت: جلسة 23 الاختبار الأول، بكين وطهران خارج السرب الأوكراني. معراب تشق طريقها نحو الجمهورية القوية. مقاتلات أردنية دمرت آليات عبرت من سوريا. الريال يهزم برشلونة ويتوج بلقب الكأس. وختاما بيصدر مع صحيفة الجمهورية مثل صباح كل نهار خميس ملحق صحة وغذاء. جولتنا السريعة على صحف اليوم وصلت على ختامها. رح نتوقف هلأ مع فاصل إعلاني، ومن بعده جولة ثقافية مع جوال على أبرز المواعيد، فكونوا معنا.